ترويل واحد ضد واحد يدخل سيف الجزيري يصوب الجزيري وصابر خليفة كرة الهدف الأول هدف ممتاز هدف صابر خليل ما زالت عند النادي الإفريقي وعند خليل والتوزيع والمنياوي على القائم الثاني والهدف الثاني والهدف الثاني والهدف الثاني للنادي الإفريقي عماد المنياوي على الدقيقة 23 العملية ذكية هو ياسين الميكاري باليسار ميكاري قوية والثالث خليفة مع المهذبي صبر خليفة يور محمد صلاح المهذبي خليفة 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 الهدف الرابع للنادي الإفريقي ماليك توري ماليك توري